أظهرت إحصائية إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل اليوم أظهرت تداول 97 عقاراً عقارياً عقداً عقارياً في البلاد بقيمة إجمالية بلغت حوالي 63 مليون دينار خلال الأسبوع الماضي. وأوضحت الإحصائية المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة العدل عن تداولات الأسبوع الماضي أن عقود العقار الخاص جاءت بالصدارة ب 76 عقاراً بقيمة 37 مليون دينار. وأضافت أن عقود العقار الاستثماري جاءت ثانيا بتداول 18 عقارا بقيمة 15 مليون دينار، ثم التجاري عبر تداول عقدين بقيمة 9 ملايين دينار.